أسئلة كتير بتيجي عن المحافظ الممولة. إيه هي المحافظ الممولة؟ هل هي واقعية؟ هل الشركات دي مصداقية؟ والكلام ده كله هنجاوب عليه. بداية أنا مش هتكلم عن شركة بعينها، عن شركات المحافظ الممولة، لأني لا أروج لأحد، ولكن هديك فكرة بشكل عام. أول حاجة هي المحافظ الممولة. المحافظ الممولة دي هي زي حساب ممول من شركة طرف ثالث، بتديك حساب تتداول بيه وتقدر من خلاله تسحب الأرباح اللي أنت عملتها، ولكن بتحط لك شروط قبل ما تقوم بالحصول على المحفظه المموله دي. الشروط دي بتتضمن في امتحان او ايفالويشن بنسميه. الايفالويشن ده بيكون مدفوع مقدما، بتدفع ثمن الايفالويشن اونلاين، وبيديك منصه تقدر تتداول عليها سواء فوركس او سواء فيوتشرز. ومن خلال الايفالويشن او الامتحان ده لازم تحقق عده شروط، منهم انك تدير المخاطره وما تخسرش اكتر من مبلغ معين، منها شروط انك ما تتداولش في اوقات معينه، منها شروط انك تحقق هدف ربح المطلوب منك عشان تبقى مسموح لك الحصول على محفظه مموله. بعد ما بتعدي الامتحان والايفالويشن بيبداوا يتواصلوا معاك ويدوك اكسس لحساب جديد ممول. طبعا ما تقدرش تسحب الحساب لان معظم المحافظ المموله دي سيميوليتد او ديمو او تجريبيه، حسابات تجريبيه مش حقيقيه. ومنها فاندد اللي هو لايف. انا تداولت على الاثنين، على السيميوليشن فاندد وعلى اللايف ماني، يعني تداولت بفلوس حقيقيه مع محافظ في محافظ مموله، وتداولت محافظ اقدر اسحب منها ولكن حسابات تجريبيه. فانا جربت الاثنين. وبالتالي بعد حصولك على المحفظه المموله بتبدا برضو يحطوا عليك شروط، نفس الشروط اللي انت اشتغلت بيها قبل كده، وارباحك اللي انت عملتها على الحساب ده بتقدر تسحبها، واذا في نسبه هم بياخدوها بيحددوها على الموقع بتاعهم. طيب ايه الشركات بعض الشركات اللي قدرنا نجيب اسمائهم على المحافظ المموله؟ منهم شركات توب ستيب، ذا فايفرز، انت تريد، وفي اسماء كتيره تقدر تشوفهم. بس قبل ما تتعامل مع اي محفظه مموله لازم تفتح الشروط والاحكام، لازم تقرا البيانات الموجوده على الموقع بتاعهم بدقه تامه وما تفوتش ولا كلمه، لان في حاجات بتبقى بين السطور ساعات ممكن تفسد رحله الايفالويشن كلها والمحفظه المموله وانت ما بتبقاش تاخد بالك منها. امور زي ايه مثلا؟ امور زي في دلوقتي شركات بتبص على الباترن اللي انت بتعمل بيه ارباح، بيقول لك اذا الباترن بتاع الارباح بتاعك مش كونسيستنت او مش دقيق. يعني ايه باترن الارباح؟ يعني يوم بتعمل 100 دولار ويوم بتعمل 2000 دولار ويوم بتخسر 100 ويوم بتعمل 200 ويوم بتعمل 5000 ويوم بتعمل 50. هم عايزين باترن، عايزين ريسك ريورد ملائم، وبالتالي انت ما تعرفش السيت اب اللي جاي لك في يوم التداول هتدي لك ايه، وبالتالي ده سبب ممكن لازم يشد انتباهك قبل ما تنضم لاي من الشركات دي. طيب هل الشركات دي مصداقيه؟ خليني اوريك حاجه. انا اتعاملت مع كتير من الشركات دي وتداولت محافظ مموله لفتره زمنيه طويله جدا، وما زلت برجع لها من وقت لاخر. وسحبت دي ريسيتس لسحوبات انا عملتها وصلت للبنك عندي. ده مثلا سحب ب 10000 درهم، ده مثلا سحب ب 2000، ده سحب ب 9000. وكل دي انا اخدت سكرين شوتس من السحوبات اللي انا كنت بسحبها، طبعا مش كله، اخدت جزء منها فقط لاوضح انها مصداقيه، واكد اللي انا بقوله بعضهم مصداقي جدا وسلس جدا في تعامل سحب الارباح. ولكن على السايد الثاني في شركات منهم سيئه جدا، وبطلب بعض الاوقات ان انا اخد سيرتيفيكت بالارباح دي، طبعا ان انا يعني زي تقرير اداء، بس يعني في منهم بيدي وفي منهم ما بيديش. يعني على سبيل المثال هنا unfortunately we cannot provide the certificate، بس بيقول لي I looked back. خلينا نقلل حجم الفيديو هنا. I looked through your withdrawal history. I see that you have taken 9,990. بيقول لي يعني بيأكد لي ان انا سحبت، بس مش هقدر اديك شهادة ان انت بتقدر تسحب اموال او ان انت سحبت مبلغ اكس. وطبعا هم بياخدوا نسبتهم من الاموال دي. المحافظ الممولة مش دايما هتبقى مربحة ومش دايما هتبقى خاسرة، ولكن لو بصينا لبعض الشركات دي، منهم شركات سيئة جدا من خلال خدمة العملاء. يعني أنا جربت شركات أسماء منهم،
خدمة العملاء سيئة لدرجة إن أنا ما مرضتش أكمل حتى الإيفالويشن يعني. ف الشركات لازم هتجربها الأول، ومش بس الرولز اللي موجودة على الويب سايت يعني، في حاجات كده هتعرفها بعد ما تخش الإيفالويشن وتعاملك يعني. على سبيل المثال في شركة من الشركات بدون ذكر أسماء، هتلاقي خدمة العملاء دايما لو عندك اي مشكلة في المنصة او عندك اي مشكلة في التنفيذ او خسرت فلوس على الايفالويشن بسبب عطل في المنصة او شيء حصل، دايما بيقول لك لا دي مش مشكلتي، دي مشكلة المنصة، تواصل معاهم. في منهم بيحاول يدايفرت كده، يحول المشاكل على جهات تانية وما بيحلكش اي حاجة، وبتلاقي نفسك دفعت الايفالويشن والوقت بتاعك خلص. وفي منهم مشاكلهم كتير، وللأسف انا يعني جربت منهم كتير. هتلاقي منهم اتنين او تلاتة كويسين جدا كما ذكرت يعني بدون ذكر اسماء. طيب هل الشروط اللي بيحطوها واقعية؟ طبعا هي شروط بتتحط، المفروض تكون انت كمتداول عندك الشروط دي على حساب التداول بتاعك الشخصي او على حفاظ الموالة او اي حساب تداول بتعمله، ادارة مخاطرة، اوقات التداول، اهداف ارباح، الاحجام اللي يتم تداولها، وهكذا وهكذا. دي قواعد ماشية على كل حسابات التداول سواء محفظه مموله او لا. فهل واقعيه؟ نعم واقعيه جدا، وكل ما كان فيه شروط اكتر ده كان احسن لك ويحسن تدريبك وادائك على المدى الطويل. مين اللي يتجه للمحافظ المموله؟ المحافظ المموله يعني كشخص مبتدئ بتتعلم لسه جديد في السوق، محفظه المموله هي صديقك المخلص، هيوفر لك فلوس كتير جدا في اول سنه تداول، هيعوض عليك، هيوفر عليك الخسائر اللي بيتكبدها اي متداول. لو كنت تعرف الامور دي لما ابتديت اول سنه كنت وفرت فلوس كتير جدا. بتوفر لك فلوس الداتا فيد، لانك لو بتتداول فيوتشر بتدفع داتا فيد شهريه. بتديك منظور واقعي عن تداول الاحجام الكبيره والاحجام الصغيره، بتعلمك ازاي تستعمل البلاتفورم، بتعلمك يعني شروط، امور كتير جدا بتتعلمها على السيميوليتد. طيب المحافظ المموله برضو مناسبه جدا لشخص معهوش راس مال كبير او عنده خبره في التداول وعايز يتداول الاحجام. انا في فترات كنت شباب عايز اخاطر راس مال كبير وكنت عايز اتداول احجام صفقات، فبتجه للمحافظ المموله. محافظ الموالة مهمة جدا لما بتمر بدرو داون، لو انت بتداول حسابك الحقيقي وبدأت تخسر فلوس وعايز تاخد هدنة، بتاخد الهدنة وبتخلي نفسك اكتف وشغال على المحافظ دي، بحيث انك ايه ما بتبقاش بتبقى واخد هدنة كده من حسابك وفلوسك مخليها بامان، وبتشوف الماركت او السوق وضعه عامل ازاي من خلال تفاعلك مع المحافظ الموالة دي، انك ليترلي مش بتخسر اي حاجة الا الايفالويشن فيه، ودي حاجة بتبقى بسيطة جدا يعني. اتمنى اكون قدمت لك صورة واقعية عن المحافظ الموالة. ايوة هي مصداقية، ايوة انصح بيها، انصح ناس كتير بيها، ايوة هتقابل منهم الشركات الحلوة والشركات الوحشة، قواعدهم واقعية. فدي حاجة لو انت بالذات بتتداول فيوتشرز لازم دي حاجة تخليها سايد تو سايد، لو انت عندك حساب جانبي بحيث انك تخلي حساباتك الاساسيه للتداولات اللي هي A بلس اللي ما بتتكررش كتير، اللي عليها اكيورسي عاليه ومخاطره قليله، وخلي المحافظ المموله للشغل اليومي اللي ما فيهوش ايدج واضح، لان الفيوتشرز مش كل يوم بيدينا ايدج واضح. اتمنى اكون قدمت لك معلومه مفيده، واشوفكم المحتوى القادم ان شاء الله.